شايف ان التجربة الخاصة بمؤمن سلمان في الزمالك اللي فاتت كانت تجربة مبطورة، يعني تجربة ظلم فيها مؤمن سلمان، تتمنى ان هي كانت تطول او تتمنى ان هي تعاد مرة تانية؟ والله اقول لك ايه، يعني مش سر، انا شايف الحمد لله رب الحمد لله، يعني ان الناس فاكره لي الكويس اكتر من الوحش بكتير، يعني شايفين ان تجربة ناجحة ويا ريتها كانت استمرت. فانا زي ما بيقولوا يعني افضل ان اقوم مهرولا، ويقولوا اللي يا ريته كان قعد احسن ما انا اقعد ويقولوا يا ريته يمشي، فاهم؟ فانا اثرت السلامه، حسيت ان في جو موجة عاليه جدا والناس مش عاجبها، وبينسوا دايما بسرعه، يعني احنا الشعب المصري عموما يعني عاطفي جدا، فممكن يكبرنا بسرعه جدا جدا، وبسرعه جدا بينسى، وبعدين يروح للاكستريم من هنا لهنا. صحيح، فانا تطرف انفعالي رهيب جدا جدا. فالحقيقه انا كنت برضو يعني حاطط في دماغي، انا كنت مشجع كوره واقف في الدرجه الثالثه بالزمالك، واقعد اهيص واشتم واعمل زي، كنت زملكاوي بتاع مدرج يعني، فبقدر شعور الناس. الحمد لله الفتره اللي فاتت دي مش عايز اقول لك كم الرسائل، الحمد لله يا رب، اللي بتقول يعني احنا اسفين يا كابتن احنا انتقدناك، احنا مش عارف، واحد حاجات كوميديه، احنا اسفين قلت عليك فتايه يا كابتن، ضحكني جدا الكلام ده يعني. وحسيت يعني الحمد لله الناس فاكره لي لغايه دلوقتي، فاكره لي كويس. نفسك ترجع حاجة. نفسك ترجع تاني؟ مفيش حد مش عايز امرن الزمالك، انا مؤمن عايز امرن الزمالك، مفيش واحد من المقاولين مش عايز امرن المقاولين، من الاهلي مش عايز امرن الاهلي، دايما المكان اتربيت فيه بيبقى ليه حاجه خاصه جدا جدا. وفي اي وقت انت لازم تلبي ندائك، يعني النداء بتاع الواجب يعني. لكن الفكره ان انا يعني اللي برضو الناس خدت بالها منه شويه، السنه اللي بعديها الوداد اللي كانت متضايقه انها اتغلبت 5-2 هو اللي خد البطوله. صحيح، وخد البطوله من النادي الاهلي وكسب النادي الاهلي، احنا كسبنا 6-5 ما اتغلبتش 5-2. يعني افتكر ان اخر لحظات الزملكاويه فاكرينها جامد جدا، مثلا الجون الثالث بتاع مصطفى فتحي في الاهلي، دي ذكرى جميله جدا ما فيش حد ينساها. الجون بتاع ستانلي في واحنا مغلوبين 5-1 وبنجيب الجون في اخر 10 دقائق وبنصعد، فدي لحظات انا بحس ان المشجع الزملكاوي الاصيل الحاجات دي هتفضل معاه. زي بالظبط الاهلي كده، جون ابو تريكه في الصفاقيس عمره ما هينساه. احنا عندنا لحظات الحمد لله معايا فاكرها كويس جدا، وجمهور الزمالك مش ناسيها، فقد ايه انا مبسوط جدا ان انا عندي ذكريات اقدر احكيها حلوه لجمهور الزمالك. على هامش الفترة دي كان ليك تصريح قلت ان المجتمع لم يتحمل فلسفتي، كنت تقصد بيه ايه ساعتها؟ اه يعني مش ما قلتش كده بالظبط يعني، بس هو عارف اللي هو انا هفكرك انا بكلمة طلعت قلت انا بعمل روتيشن. فالروتيشن دي كانت كلمة يعني عارف اللي هو الى حد ما جديدة، ممكن نقول تدوير مرة او حاجة. وبعدين كم الهجوم والنقد اللي اتقال على الجملة دي لا يمكن تصوره. سبت نادي الزمالك، والله والله يا ابراهيم ما في برنامج الا ما ناقش هذه الظاهره، وان لازم الفرق تعمل كده. طب يا جماعه انا كنت بقول كده، انا كنت بعمل كده بالظبط، اللي انتوا بتقولوا ده انا كنت بعمل كده بالظبط، وانا نادي الزمالك اللي بيلعب 3 بطولات اللي عندي 25 لعيب ومش عاجبكم، مش عاجبكم ان نلعب ماتش وحش ونكسب. يعني شوف كم النقد وصل لغايه فين. صحيح، ان يا ريتني مثلا عملت روتيشن وخسرت، انا عملت روتيشن وكسبت ولعبنا وحش، طب في لعيبه تانية هتموت لو لعبت، في لعيب تاني هيتعور لو لعب، في نجم انا متاكد ان انا عايزه ولازم اريحه غصب عني، وما اقدرش اطلع اقول كده، وتصرفت صح، عملت اللي هو الكتاب بحذافيره، عملت اللي انا شايفه. وكمان كنت بقول افهم روتيشن دي يعني ايه؟ يعني انا وابراهيم بنلعب في مكان واحد، لكن انا شغال وتعبان جدا، وابراهيم ما بيعملش اللي عليه، مش هلعبك، المدرب مش هيلعب ابراهيم، لازم يعمل احسن حاجه عنده، فيبقى في مستوى يسمح له انه ساعه التتوير ساعه الدور يكون موجود. فدي من الحاجات اللي انا، طب انا ما انا قلت كده، كل ما حصل حاجه طب ما انا كنت بعمل كده. وكم النقد اللي اتعمل وفجاه اتقلب اللي هو لازم الفرقه تعمل كده، حاجه شنيعه يعني. معلش لما يكون عندي 25 لعيب وبعدين تلعب ب 11 يقول لك كل اللعيبه دي بتلعب ب 11 فلعب بال 20، كل ده وما فيش حاجه يا كابتن اسمها كده، لازم في استقرار فني يا جماعه. دي ايه؟ امال انا بعمل ايه كل يوم؟ يعني دلوقتي لو ما عملتش استقرار فني الاثنين فراوده يلعبوا مع بعض، امال انا لازمتي ايه؟ لازم يلعبوا مع بعض في الماتشات، امال انا في التمرين بعمل ايه؟ مش بعمل جمل، مش بشتغل مع بعض، انا بركز الـ5 ضد 2 يبقى مين فيها مين عشان التفاهم، ده دور المدرب لو مركز هيعرف يعمل كده. فالحقيقه كان كم نقد بدون منطق. يعني كان نفسي حد يقعد ينشني يقول لي بالمنطق 1 2 3 وارد عليه بالمنطق. الموضوع اصبح اللي هو تريقه، ساعات حاجات مسفهه، تسفه من اللي انا بعمله. فقلت على ايه بقى يعني، الحمد لله ان انا امشي والناس تقول الله يرضى بك كسبان.